صحة صلاح الدين لها بداية مع ملفات الفساد ولا نهاية لها. نحو 24 مليون دولار فساد الدائرة في العام 2022 حسب بيانات هيئة النزاهة، وفي هذا العام كشفت عن معاملات صرف وهمية بمبلغ وصل إلى 900 مليون دينار عراقي، وتم إيقافها مؤخرا. كل تلك الملفات كانت سببا في إزهاق أرواح الأبرياء وتراجع الواقع الصحي حسب مراقبين. العام الماضي تقريبا هناك 24 مليون دولار يعني ذهبت أدراج الرياح، لا نعرف أين ذهبت من جهة، من جهة أخرى النزاهة تحقق بالأمس عن 900 مليون في محاولة يعني كانت لسرقة هذه المبالغ، بالتالي استحوذوا على يعني 160 وصل مزور. المشكلة كبيرة حقيقة في صحة صلاح الدين بالعموم وفي مستشفيات صحة صلاح الدين، كل هذا يأخذ من صحة المواطن وينعكس عليه بشكل غير صحيح وبشكل سلبي. مبالغ الفساد المكتشفة والتي لم تكتشف بعد كفيلة لو وضعت بأياد أمينة بأن يكون الواقع الصحي من أفضل القطاعات، والأمثلة كثيرة أبرزها مستشفى سامراء الخيري الذي لم تتجاوز كلفة إنشائه 1 مليار دينار، وبمواصفات تفتقر لها أغلب المراكز الصحية في المحافظة. هذه الأموال لو خصصت واستخدمت بطريقة صحيحة وبأيدي أمينة أكيد راح تنتج مستشفيات وخدمة صحية للمواطنين بشكل كبير جدا. أكبر دليل موجود إحنا بالمدينة على طريق أياد الخيري، وإحنا كمتبرعين كمهندسين أنشأنا المستشفى الخيري اللي هو يعتبر واحد من أحسن مستشفيات العراق بتكلفة أقل من 1 مليار، فيما أمثاله موجود في مناطق نفسها في صلاح الدين 5 أو 6 أضعاف هذا المبلغ ولحد الآن ما اكتمل. آفة الفساد نخرت صحة صلاح الدين على مدى سنوات، وتبين مدى حجم الاستخفاف بحياة المواطنين دون وجود رادع للمتسببين، فواقع أغلب مستشفياتها اليوم يفتقر لأبسط العلاجات من صيدلياتها ناهيك عن خدماتها الأخرى. من صلاح الدين براك العان، قناة الفلوجة.